وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص قرار مجلس جامعة الدول العربية بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان. كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية في إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.